طيب هنعمل ايه النهارده؟ ناس كتير بتخاف من المعجنات، وناس كتير بتتكلم وتقول اصل ما بنعرفش نعجن، اصل بنخاف ان العجينه تهبط، اصل بنخاف ان هي يحصل لها اي حاجه. النهارده هنعمل نوع من انواع العيش، هو اسمه عيش بنعمله في صينيه بالشكل ده، ايا كان الصينيه اللي موجوده عندك. عملناه قبل كده وطلب مني كتير عيش الحله، طلب مني كتير قبل كده وعملناه مره، بس عملناه قلنا اللي ما عندوش حله غويطه وممكن ان هي الايدين بتاعتها تستحمل دخول الفرن يعمل في صينيه عادي خالص. عندك صينيه زي دي الحيطه بتاعتها عاليه ما فيهاش اي مشكله. طيب لو عندك الحله وهتغطيها بالغطا بتاعها والايديه هتستحمل ان هي تخش الفرن يبقى هتستخدميها وتمام، ما عندكيش يبقى هنستخدم حاجه غويطه بالشكل ده كده من غير ايدين. حله الالومنيوم بتاعت امهاتنا دي اللي هي بتاعت زمان تبقى حلوه جدا، غطيها بالغطا بتاعها ودخليها الفرن ما فيهاش اي مشكله. طب انا يا لونا ما عنديش حله من الالومنيوم بتاعت زمان، بس عندي الحلل التيفال اللي هي مقودين بتبقى بلاستيك او اللي هي الرخام او الجرانيت، اعمل ايه؟ طبعا مش هينفع ان احنا ندخلها الفرن، هنروح مستخدمين صينيه بالحيطه العاليه بتاعتها والغطا بتاعها هنعمله فويل علشان يقفل على العجينه بتاعتنا. بيحتاج عجين كتير او بيحتاج تشكيل او الكلام ده كله؟ لا ما بيحتاجش اي حاجه، كل اللي بيحتاجه بيعجنه في العجان نسيبه يتخمر براحته خالص بالشكل ده. الفرن بتاعنا شغال على 180 قبل ما نعمل اي حاجه خالص. محضرين صينيتنا ندهنها الزبده ونحط فيها العجينه من غير اي تشكيل. العجينه اللي متخمره دي هروح مفضياها على طول في الصينيه بعد ما ادهنها زبده، واروح رش على الوش عيش سمسم وحبه البركه واقفلها بالفويل واحطها في الفرن، وهنشوف بعد شويه كده بعد حوالي نص ساعه او تلت ساعه نشوف شكلها. افتح يا دوب الفويل كده واشوف شكلها عامل ازاي، لقيت ان هي عليت وبدات ان هي تستوي اروح شايله الفويل من عليها علشان يبدا ياخد لون. طيب اللي انت عاملاه ده يا نونا ينفع نعمله ايه تاني؟ ما احنا عايزين بقى لو هنعمل العجينه بس هنشكلها، اعملي كايزر، شكلي على شكل فينو هيطلع معاكي في منتهى الجمال، هيتعمل معانا مش عامله منه نسخه، كل اللي عاملاه نسخه من العجينه بس علشان ان هي تتخمر براحتها. كل اللي هعمله دلوقتي هجيب الصينيه بتاعتنا واروح جايبه حته زبده حلوه كده محترمه واروح دهنه كده. النهارده العجينه بتاعتنا او عيش الحله بتاعنا عاملينه بخميره دريم. بصوا العجينه ما شاء الله عليها طالعه ازاي، متخمره كويس قوي. الكميه بتاعتنا اللي احنا عاملينها النهارده من الدقيق بنحط عليها معلقه كبيره من باكت خميره دريم يا اما باكت كامل على حسب ما انتوا عايزين. بالشكل ده كده دهنا الصينيه حلوه قوي بالزبده، واروح جايبه العجينه اللي احنا مخمرينها بخمير الدريم بالشكل ده كده. بصوا ما شاء الله عليها عامله ازاي، وكل اللي هعمله راح اعملها كده. بصوا العجينه بتاعتنا اهي، بالشكل ده كده، واروح حطها في الصينيه. بص انا كل اللي عملته ان انا سبتها تخمر براحتها خالص وبعد كده رحت واخداها حطاها في الصينيه بتاعتي. بصوا كمان هعمل ايه دلوقتي علشان ادي شكل حلو قوي للرغيف بتاعنا، سكينه كده حاميه علشان كده تاخد حجم الصينيه او حجم الحله اللي احنا عاملين فيها بالشكل ده. واروح جايه كده تكون حاميه. حاضر، تكون السكينه حاميه كده ونعمل كده، واروح حط على الوش ايه رشه سمسم وحبه البركه. ما بتدهنيش الوش حاجه يا نونا؟ لا ما بدهنهوش اي حاجه، متهيألي اسهل من كده مش هتلاقيه واسهل من كده مفيش. طيب العجينه دي كانت ايه مقاديرها؟ والله اسهل مقادير في الدنيا كلها، هتستغربوا من سهولتها وان هي مش متكلفه اي حاجه. طيب مقاديرنا ايه؟ مقاديرنا هتنزل على الشاشه دلوقتي وانا بقفل الحله بتاعتنا بالفويل علشان اكمل تسويتها في الفرن. مقاديري بتقول ان احنا معانا ايه او العجينه بتاعتنا مكوناتها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، تنزل مقادير على الشاشه يا شباب. بصوا قفلت خالص كده اهو
اكني عملت غطا حله للحله بتاعتنا. بصوا عجينتنا بقى بتقول ان احنا معانا ايه، معايا 4 كوبايات من الدقيق، 4 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقه صغيره من الملح، معلقه كبيره خميره دريم، ومعايا معلقه كبيره من السكر، وميه دافيه هنعجن ونلم بيها العجينه، ومعايا حته زبده صغيره ندهن بيها الحله بتاعتنا، وهنحط على الوش سمسم وحبه البركه. شفتوا اسهل من كده؟ عجينه ما فيهاش مشكله خالص. تعالوا بقى كده نشتغل فيها ونشوف هنعمل ايه. ادي الدقيق عندنا، وادي السكر، وادي الملح، وادي كيس خميرة دريم، هناخد منه معلقة كبيرة، هناخد منه معلقة كبيرة على الكمية بتاعة الدقيق بتاعتنا. بسم الله بالشكل ده كده تمام. نقلب ده كله كده مع بعضه. يبقى احنا حطينا ايه، 4 كوبايات من الدقيق، معاهم معلقه كبيره من خميره دريم، معاهم كمان الملح، ومعاهم معلقه كبيره من السكر. عايزه حاجه تانية؟ لا مش عايزه حاجه تانية، اسهل من كده مفيش. كل اللي هحتاجه ميه دافيه عشان الم بيها العجينه. هاخد كميه الدقيق كلها بكل المكونات اللي حطيناها واجيب ميه دافيه. اتفقنا قبل كده ان الميه ما تكونش سخنه، اوعوا الميه تكون سخنه. ليه؟ ميه سخنه معاها خميره يبقى ماتت الخميره بتاعتنا والعجينه بتاعتنا ولا هتطلع في يومها. هتلاقوا العجينه هفطانه وهتلاقوا العجينه ما اشتغلتش اصلا معانا. طيب لو الميه بتاعتنا ساقعه من الحنفيه هتلاقوا العجينه بتاعتنا هتاخد وقت كبير قوي. لكن احنا بنحط ميه دافيه ليه؟ عشان العجينه بتاعتنا تشتغل بسرعه. نعمل كده. طبعا مقدار الميه انا مش محدداه علشان احنا قلنا قبل كده الدقيق اللي انا بستخدمه غير اللي حضرتك بتستخدميه، غير اللي حد تاني بيستخدمه. فعلشان كده اما بنقول ميه دافيه للعجن ما بنحددش الكميه بتاعتها قد ايه، عشان على حسب ما تلم العجينه معاكي. ادي ميه ساقعه من الحنفيه، وادي ميه سخنه من الكاتل، وابدا اشغل العجان بتاعنا واحط شويه ميه شويه ميه. ليه شويه ميه شويه ميه؟ عشان ما تحتاجيش انت تحطي دقيق زياده. حطيتي غصب عنك ونزلت ميه كتير ما فيهاش اي مشكله، حطي معلقتين دقيق لحد العجينه ما تلم معاك، تبقى عجينه ملمومه مش ملزقه في الايد، تبقى ناعمه وطريه خالص. بسم الله. بصوا عايزه اوريكم حاجه، بصوا العجينه لمت، انا كده مش محتاجه ميه خالص، بس كل اللي محتاجاه بصوا شكل العجينه عامل ازاي. العجينه دي كده عايزه تتعجن وبس، ولا محتاجه ميه ولا محتاجه دقيق ولا محتاجه اي سوائل تانيه اهي. بصوا يعني ايه عجينه ملمومه، يعني العجان عندنا فاضي اهو ما فيهوش اي بواقي دقيق، وفي نفس الوقت هي مش ملزقه في ايدي تمام، ولا ناشفه، بالعكس ملمس العجين حلو قوي. كل اللي هي محتاجاه ان هي تتعجن شويه، حوالي 5 دقائق كده في العجان او ازيد على حسب ما تلاقي العجينه بقت ناعمه خالص. طيب كده تعتبر عجينه عيش الحله خلصت معايا، احطها في العجان تتعجن شويه كمان في الفاصل، واما نرجع من الفاصل اوريكم ملمس العجين بقى عامل ازاي. شغلت العجان بتاعنا على العجينه اللي كنا عاملينها عشان اوريكم شكلها عامل ازاي. بصوا كده شكلها اختلف خالص ازاي علشان اتعجنت كويس قوي. بصوا بصوا طريه جدا وفي منتهى الجمال. بنعمل ايه؟ بنجيب بوله وبنحط فيها رشه من الدقيق بالشكل ده كده، وبروح
كده بس، وبسيبها تخمر براحتها خالص زي ما قلت لكم. وبعد كده بنجيب الحله بتاعتنا، لو اللي هي الحله الالمونيا اللي هي بتاعت امهاتنا دي، وبعدين بندهنها زبده كويس قوي وبنحطها فيها ونغطيها فويل. لو عندي الحله اللي هي بالالمونيا اللي هي من غير ايدين ممكن اغطيها بالغطا بتاعها برده واحطها في الفويل، ما عنديش وهستخدم صينيه بحيطه عاليه هحطها واروح قافلاها فويل درجه الحراره 180 نص ساعه بالظبط، وهنبدا ان احنا نشيل الفويل ونشوف شكله عامل ازاي. دي كانت عيش الحله اللي عملناه مع بعض. الثانيه كمان عملته في الفاصل، شلت الفويل اللي على العيش علشان لقيته ما شاء الله الله اكبر عيلي معانا، وعلشان ياخد بقى اللون الجميل بتاعه لما يستوي خالص وياخد اللون الحلو بتاعه ويكمل سواه هنطلعه نشوفه. طيب لازم يطلع، بسم الله الله اكبر ما شاء الله عليه، نطلعه ونطلع فاصل على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. العيش تعرفوا ان انا مشت امسك لك الرغيف كده تسمع صوت القرمشه، هو ده اللي انا هسمعه لكم دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لانجويني لانجويني يا عم. بص كده صراحة ما فيش حد فينا ما بيحبش الفيلم ده. عامل ازاي؟ يعني عايزه اقول لكم اشتغلوا كده زهره ظهرت معانا. بص من جوه عامل ازاي هايل.